أكيد، ودائما من خلال الصباح هي ملفات مختلفة تهم الصحة وتهم الثقافة والمجتمع، ونفتح نوافذ الصباح على مختلف مساحاتنا السودانية. وفي حديثنا عن الصحة بالتأكيد دائما يأتي ملف الرياضة هو أولوية في صباح الشروق. حنتكلم الليلة عن عضلة الترابيس بالمصطلح السوداني. الترابس دي هي عضلة متصلة مع عضلة الكتف وعضلات الرقبة، فهي بتكون حساسة جدا وضعيفة جدا في نفس الوقت. لازم انت تبدأ فيها بأوزان خفيفة، يعني شبه خفيفة، بعدها تبدأ تدري فيها بالأوزان. عندها كذا تمرين، إن شاء الله حنتناول نموذجين من تمارين الترابس على سن الناس تعرف وتستفيد إن شاء الله. هي زيها وزي أي عضلة، بتمرن 4 جولات في 12 من 12 ل 8 تكرارات إن شاء الله. نشوف إن شاء الله النماذج عنا ونطبقها بإذن الله.